مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي والفقرة الثانية من برنامج الأهلي الليلة والحديث عن الألعاب الأخرى في النادي الأهلي. قبل ما نتكلم وقبل ما نتكلم على أي حاجة لازم نعزي ونعزي أنفسنا ونعزي أسرة النادي الأهلي في الرياضة عن وفاة الراحلة كابتن نادية شريف، أحد أساطير يعني الرياضة النسائية في النادي الأهلي. لعبت في كرة اليد وتألقت، وكرة السلة وتألقت، وألعاب القوة وكثيرة من الألعاب. حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين أيام الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات. ليها باع طويل في الرياضة المصرية، عاد إنجازات كتيرة رحمة الله عليها. فقدنا كابتن نادية شريف امبارح بالتحديد رحمة الله عليها، وفعلا هتظل كابتن نادية شريف أحد أساطير الرياضة النسائية في النادي الأهلي بإذن الله رحمة الله عليها. خلينا نخرج لتقرير عن كابتن نادية شريف وترجعوا لنا مرة تانية عشان نبدأ الحديث عن الألعاب الأخرى. المصرية بشكل عام والأهلاوية بشكل خاص أسطورة من أساطير الرياضة النسائية التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة. هي نادية شريف، نجمة النادي الأهلي، رائدة الألعاب الأخرى في نادي القرن. حرص الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته على نعي الراحلة لما قدمته من تاريخ طويل ومشرف في خدمة النادي الأهلي. مارست نادية شريف العديد من الألعاب، حيث أنها كانت اللاعبة الوحيدة في مصر والعرب وإفريقيا التي تمارس أكثر من لعبة مثل كرة اليد، السباحة، كرة السلة، ألعاب القوى، التزحلق، والأخير كان ضمن ألعاب الأهلي حينها، وذلك خلال الفترة من عام 1960 وحتى عام 1985، ثم عملت مدربة بالأهلي لألعاب القوى حتى عام 2014. خلال مسيرتها نالت وسامين للجمهورية، الأول كان من الرئيس جمال عبد الناصر، أما الثاني فكان من يد الرئيس محمد أنور السادات. كما حصلت على لقب الأم المثالية بالأهلي 3 مرات، كونها أم أبطال مثلوا القلعة الحمراء في العديد من البطولات المحلية والقارية بل والعالمية. فالابن الأكبر هو وليد السماني، وهو من مواليد عام 73، أحد أبطال الأهلي في السباحة وكرة الماء بداية من مرحلة البراعم وحتى العمومي، وحصل على وسام الجمهورية. أما الابن الثاني فهو عمر السماني، من مواليد عام 78، لعب كرة الماء أيضا وشارك في أولمبياد أثينا عام 2004، كما حصل على لقب البطولة العربية. رحم الله نادية شريف، مدربة الأجيال، صانعة الأبطال الذين شرفوا مصر في العديد من المحافل الدولية والعالمية. الله عليك كابتن نادية شريف. انا بالاخص مش يعني كنت في وقت وانا ما كنتش حابب ممكن اطلع بالخبر ده في حياتي بصراحه، لانها كانت ام لينا كلنا وانا لعيب في النادي الاهلي. كابتن نادية شريف ما كانتش رياضيه بزي ما الناس ما فاهمه، لا بالعكس كانت ام لكل الرياضيين في النادي الاهلي. في الهاندبول هي امنا وبنتكلم معاها وبتدينا نصايح، في الباسكت، في العاب القوى، في كل النادي. كنا دايما واحنا اولاد صغيرين جوه النادي بنروح لها ونقعد معاها، لانها فعلا كانت حنينه علينا جدا وكانت دايما تنصحنا نصايح دايما ايه النادي الاهلي وايه قيمه النادي الاهلي.
لازم نقول حاجه مهمه، ان زوجها رحمه الله عليه برضو كابتن محمود السماني كان احد نجوم النادي الاهلي رحمه الله عليه في كره اليد. يعني هي اسره رياضيه، كابتن وليد السماني، كابتن عمر السماني، يعني نقول لهم البقاء لله والدوام لله. فعلا بنعزي انفسنا ونعزي اسره الرياضه في النادي الاهلي كلها عن كابتن ناديه شريف، رحمه الله على كابتن ناديه شريف. خلينا نستقبل ضيفنا النهارده اللي معانا، نتكلم عن كابتن ناديه شريف وهنتكلم عن العاب القوى وحياتها كمان الشخصيه معانا ومعاكم، كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي. كابتن ياسر مساء الخير. مساء النور كابتن خير. يعني دايما بتنورنا، لكن الظرف النهارده ظرف مختلف، وهو فقدنا كابتن ناديه شريف، يعني احد اساطير الرياضه الانسيه في النادي الاهلي. عذرا معلش، انا عارف الموضوع صعب وانا شايفك واحنا بنشوف، لكن حال الدنيا اكيد اكيد هي امنا، واكيد حاجه ويعني واكيد بص كلنا كابتن ناديه شريف رحمه الله عليه لازم نترحم عليها ولازم كلنا ندعي لها، وهي فعلا ما كانتش بطله، كانت ام، بقول لك ام حنينه جدا علينا كلنا، وانا عارف هي كانت علاقتك بيها ايه، وعارف العلاقات كلها كان شكلها ازاي. وفعلا لازم نقول تاني لكل الناس، كابتن ناديه حد مختلف رحمه الله عليها. فعلا كانت بتخش ملاعب الهاندبول في بهجه وفي سرور وفي حاجات جميله في اسره كره اليد بالذات، في اسره كره السله ليها باع كبير، في اسره السباحه اللي كانت بتخشها واولادها ابطال، وكانت تقعد تتكلم، كانت بتتكلم في الرياضه بصفه عامه، كانت فعلا اسطوره من الاساطير، ام مثاليه ثلاث مرات، كانت النادي بيكرمها، كل النادي من الناس اللي شغاله في النادي، من اعضاء النادي كلهم عارفينها. فعلا هي ليها علاقه كبيره بيننا وبينها، واكيد مش خالد العودي بس، اكيد كل النادي الاهلي زعلان على رحيل كابتن ناديه شريف، لكن هذا حال الدنيا زي ما بتقول، وهنعمل ايه؟ لازم نترحم على كابتن ناديه، ولازم ندعي لها، فعلا ندعي لها بقلوب صادقه، لانها فعلا كانت تستاهل كل حاجه خير، لان فعلا ما شفناش منها غير كل خير مع كابتن ناديه شريف. كابتن ياسر اكيد اللحظه صعبه، واكيد كابتن ناديه بتمثلك حاجه مهمه جدا في الحياه. اكيد طبعا كابتن ناديه بصفه شخصيه امي الثانيه، بعد رحمه الله عليها امي، وكابتن ناديه مفيش حد ما يعرفش كابتن ناديه في مصر في النادي الاهلي. يعني كل اسره العاب القوى، من اقول بقى من الستينات، من الخمسينات، من السبعينات، كلهم يعرفوا مين كابتن ناديه شريف. طبعا هي بمثابه فعلا ام ال كابتن ناديه شريف، مش العاب القوى، انا اسف، مش العاب القوى، النادي الاهلي في الرياضه يعرف كابتن ناديه شريف. اتفضل. دي حقيقه، ما فيش حد في النادي الاهلي ما يعرفش كابتن ناديه شريف، سواء كان في السباحه، في الباسكت، في كره اليد، في الكره الطايره. الامهات في الملاعب، في الصالات، في الطرقات، يعني رحمه الله عليها، وبندعو الله سبحانه وتعالى ونسال كل الناس يدعوا لها بالرحمه، ويكون ان شاء الله كده في ميزان حسناتها، ويا ريت يبقى عندنا يعني ما اقول ايه، ربع الكابتن ناديه شريف يعني في اي حته في مصر. يا رب باذن الله نتمنى ده، لكن اكيد لما تلقيت الخبر بشكل مختلف. مين اداك الخبر كابتن ياسر؟ والله يعني انا بصفه شخصيه الحمد لله كنت من مقربين اليها، انا عارف، وكنت احيانا بتزور معاها في 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 البيت، في المنزل الشخصي بتاعها، وكنت متابع ان هي دخلت مستشفى الجلاء العسكري بتعمل عمليه اول مره، ويمكن هي يعني بعيدا طبعا، اكيد الاولاد وليد وعمر طبعا كانوا حواليها للنهار، يعني طبعا هي اعتقد حد يعني بعض المقربين اليها بلغوني ان هي عايزه تشوفني بالاسم، قلت لهم عايزه ياسر يجي. وقبل الوفاه بيوم انا رحت المستشفى فعلا، ورعايه مركزه ما كانوش عايزين يدخلوني، بس الحمد لله دخلت، يعني قلت لهم هي طالباني بالاسم ولازم ادخل، ودخلت شفتها قبل الوفاه بيوم. كلمت معاك ولا كان الامور ما كانتش تسمح؟ للاسف لا، كان واضح ان هي تعبانه جدا، وهم قالوا لي الزياره يعني نحاول نطمنك بكره. بس يعني انا وانا ماشي كان يعني كان واضح ان مظاهر التعب الجامد عليها. وسبحان الله الدوام، تاني يوم الظهر جالي تليفون من بنتها نشوى عبد الحي لعبها الفريق معانا، ابلغتني خبر الوفاه.
واكيد طبعا فورا عملت الاعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا وتوجهت المستشفى وقابلت هناك الاسره بتاعتها والاولاد وابتديت في الاجراءات. طبعا يعني اكيد يعني واحد بيتلقى خبر وفاه امه عزيز طبعا بتبقى العمليه صعبه شويه. عايز اعرف انا مش عايز اخدك كتير، لكن كابتن هدية من اكتر الناس اللي دعمت وجود ياسر داوود داخل جهاز العاب القوى، بالذات ان انت ولد من ولادها. دي حقيقه. دي حقيقه طبعا. طبعا دي حقيقه بالابصم العشره، يعني اكيد هي كانت بتدعمني من وانا لاعب على فكره، من وانا مدرب. كابتن هدية كانت باستمرار بتتابعني يعني حتى قبل ما تشرف على تدريبي في بعض الاوقات يعني. كانت بتتابعني وبتدعمني لاعبا ومدربا وكمدير للجهاز الفني، هي اللي شجعتني وقعدت معايا كلمتني. انت اتعاملت معاها كلعيبه يا كابتن ياسر وبعد كده اتعاملت معاها في الجهاز. بس انت هي ما اشتغلتش معاك في الجهاز؟ لا ما اشتغلتش. لا. طب قول لي، كان قبل البطولات المهمه اكيد كان ليك تواصل معاها وهي كانت لسه يعني قبل الموضوع المرض وكده، كان في كلام اكيد هي بتتكلموا معاك حاجات معينه تقول لك خلي بالك اعمل كذا، ايه النصايح المهمه؟ والله النصايح ما انقطعتش يعني لاعبا ومدربا ومدير الجهاز. يعني احيانا كمان قبل البطولات الصعبه كانت بتتصل بيا تليفونيا. في كم مباراه عدوا علينا، كم لقاء بطوله الجمهوريه عدوا علينا كانوا صعبين، فكانت بتتابعني بصفه يوميه. بتسال على اللعيبه بالاسم كانها متواجده معانا في الملعب، وفلان عمل ايه وفلان عمل ايه وخلي فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا. لان هي كانت يعني مصدر ثقه وبحب يعني الاثنين كانت. هي عندها حنيه مش طبيعيه. اكيد بصراحه. اكيد طبعا بجد. اكيد طبعا اكيد. يعني هي ام حنونه ورياضيه متالقه ساطعه بقوه. دي حقيقة. رياضة نسائية. دي حقيقة. وبعدين هي حتى لاعبا ومدربا كان يعني تعليماتها كانت مختلفة. يعني هي كانت، لأن هي بحكم التايتل كانت مدربة البنات والسيدات. وأنا كنت في حتة ثانية خالص. إنما كانت يعني بتستدعيني حتى بالإشارة مثلا اعملوا كذا كذا كذا. كان ليها رؤية بعيدة المدى يعني. وكان في ثقة في اللي هي بتقوله، فكنا بننفذ يعني اللي بتقوله حرفيا والحمد لله كان التوفيق من نصيبنا يعني. ياسر، اكيد كابتن نادية رحمه الله عليها كان ليها ذكريات كتيره معاك ومواقف معينه مهمه مؤثره في حياه ياسر داوود، وكانت مؤثره اكيد مع كابتن نادية. دي حقيقه. دي حقيقه. يعني الثاني مرورا بثلاث مراحل، لاعب مدرب مدير فني، يعني احنا يعني ذكرياتنا معاها كمان يعني لما كنا بنروح بطولات خارج القاهره. يعني كانت كنا بنقعد مثلا انا وهي على باب الفندق من مثلا من 9 صباحا من 9 مساء ل 9 صباحا يعني. عشان نطمئن ان ما فيش حد من اي نادي اخر داخل يشغل لعيبه او حد داخل او حد عايز يجيب حاجه من بره من غير ما يعرف، نروح احنا نجيبها له ونيجي. يعني كنا بنعمل يومين او ثلاث ايام متواصل بين النوم 72 ساعه. فدي من ضمن الحاجات اللي خدتها منها، يعني المسؤوليه عن اللاعبين ولاعباتنا بتبقى مش مجرد في الملعب بس، في الملعب وفي الفندق وفي المطعم وفي الاتوبيس ويعني كده يعني. بالاضافه احيانا بعض الادوات اللي ما كان نخش الملعب الادوات مش جاهزه، بنبتدي نبتكر ادوات اخرى. يعني في حاجات ما تتنسيش في اماكنها. وبالذات حتى في استاد تيتش يعني كان في اماكن معينه حتى تاريخه معروف المكان ده كان بيتحط فيه ايه وبنعمل ايه فيه. فاكيد طبعا الحاجات دي في الذاكره محفوره يعني. اكيد اكيد. من التاريخ الجميل لكابتن نادية شريف، اثنين وسام جمهوريه، من اثنين رؤساء جمهوريه، اعتقد من اعظم الحاجات اللي ممكن تكون موجوده في التاريخ لاي بطل رياضي. اكيد طبعا. مفيش يعني الناس بتحلم يقابلوا رئيس اللجنه الاولمبيه او رئيس الاتحاد او رئيس الجمهوريه، يعني حاجه ما فيش اعلى من كده بالنسبه للرياضيين يعني. وخاصه في لعبه العاب القوى او في العاب الكره يعني، فبالذات النسائيه، فمش اي حد.
مش اي حد اطلاقا يعني رحمه الله عليها. لما كانت بتتعامل جوه النادي رحمه الله عليها كانت شويه العاب القوه، هي كانت اساسي العاب القوه واختارت العاب القوه من ضمن العاب كتيره، لكن دايما كانت تتكلم برضو عن كره اليد وانجازاتها في كره اليد، لان هي فعلا تاريخ كبير. جايز انا في كره اليد اعرفها طبعا كابتن ناديه، لكن اكيد كره السله نفس الكلام، اكيد السباحه نفس الكلام، اكتساب الرياضيين منها خبرات كتيره جدا في مجال الالعاب الرياضيه شيء مهم. طبعا طبعا، وانا اتذكره جيدا ان بعض اللاعبات والمدربين في الالعاب الاخرى كانوا بييجوا الملعب مخصوص يقعدوا معاها ياخدوا الاستشارات الفنيه منها، سواء كان واحيانا كان حتى في السباحه. يعني كان في لاعبات بييجوا عندنا في السباحه وبيبقوا ابطال جمهوريه باختيار الكابتن نادي. كان في لاعبات كره سله كان بييجوا يتمرنوا معانا وكانوا بيكسبوا ابطال جمهوريه في العاب القوى. يعني هي اللي كانت بتستقطبهم كابتن ناديه، كانت بتختار الالعاب دي اللاعبات دي او اللاعبين دول، ولا كنا احنا اللي بنروح ليهم؟ لا هي كانت بتستقطبهم بصراحه، بتستقطب كانت اساسي بتستقطب العاب الاخرى يروحوا العاب القوى. والغريب ان هم كانوا حابين ان هم ييجوا يلعبوا على القوى، ونادرا ما تلاقي حد بيلعب لعبه جماعيه ويجي عايز يلعب على القوى. مش حبا في العاب القوى، انا اسف طبعا، مش حبا في حبا في كابتن ناديه شريف، دي حقيقه. صح، دي حقيقه، دي حاجة مهمة جدا. يعني ازاي انا اروح العب لعبة حبا في الكابتن مش حبا في اللعبة؟ دي حقيقة، هي كانت بتبث روح معينة في جميع المقربين اللي هو اللي حواليها بحب، ويعني كان اكيد بتأثر عليهم، يعني بتخليهم يتشبثوا بالمكان. اكيد كان في ناس قريبة ليها في العاب القوى غير ياسر داوود، اكيد يعني كان دايما انا عارف كابتن كان ليها قاعدة كده في العاب القوى وتجيب كل المدربين وتتكلم وتقول له اعمل كذا واعمل كذا، يعني الله رحمه الله عليها كانت جميله. دي حقيقه. كان مين اقرب ناس ليها يا كابتن ياسر في العاب القوى؟ مدربين ولاعبين، كان في بعض اللاعبات كانوا مقربين ليها جدا من البنات في الوقت دوان. ويعني اقول بناتها بقى كتير، يعني هم اللي كانت بناتها كتير، يعني اللي هي كانت بتعتبرهم بناتها زي ما بيقولوا، يعني الاسماء ممكن يكونوا 12 13 اسم. كتير. هي كانت ام لينا كلنا، بقول دي حقيقه. دي حقيقه. وانا كنت بشوفها بتعامل مع مع معاهم ازاي، سواء كانوا هم ماشيين، كان مثلا في العربيه بتاعتها مثلا كان بتركب سبع ثمان تسع بنات ازاي، مش عارف يعني. هي اللي هي كانت بتاخد البنات في عربيتها عشان يروحوا يتمرنوا معاها. صح، وتوصلهم البيت بعد كده وهي ماشيه بعد خلص التمرين وهي ماشيه. وام في البيت لوليد وعمر. كانت بتعمل ده ازاي؟ حبا في النادي ده التفوق بقى، حبا في النادي الاهلي والروح اللي مش موجوده في اي حته تانية. كان بتبث فيكم الروح دي؟ اكيد، لانها تاريخ كبير. اكيد، احنا في بعض اللقاءات كانت في التسعينات بالذات كانت بتبقى صعبه، يعني مع انديه كبيره بدون ذكر الاسماء. يعني تفتكر كانت بتقول لكم ايه بالظبط ساعتها؟ اللي مش ناسيه ان في بطوله من بطولات الكاس مصر الاربع سنين اللي فاتوا اتصلت باحد المدربين وهو بلغني في عز تعبها، يعني قالت له كلمتين اتنين، يعني قالت له الاهلي ما يتغلبش يا فلان. على طول. يعني هي في عز، يعني هي وهي تعبانه، وهي تعبانه جدا. يعني هو اتصل قفل معايا بلغني نفس الرساله، قال لي اتصور الكابتنيه، قالت لي يا محمد يا كابتن فلان الاهلي ما يتغلبش، ما قالتلوش غير الجمله دي بس. الاهلي ما، لان يعني هي كانت تعبانه طبعا. طبعا في 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 اثناء في يوم من الايام، يعني في التعب بتاعها ده، هي يعني متابعه النتائج ماشيه زي احنا البطوله بتاعتنا دايما بتبقى مجموعه ثلاث ايام. اي مرحله سنيه بتبقى ثلاث ايام. اليوم الثاني والثالث النتيجه بتبتدي تظهر. فاول يوم ما كانش يعني ما كانش في توفيق، كانت الدنيا يعني رايحه جايه في الملعب، فكلمته بالليل هو قفل معاها، كلمني قال لي رساله جات لي كذا كذا كذا. فطبعا احنا كنا في عرف متعودين عليه ان احنا ايا كان بعد العشاء او بنجمع الناس اللعيبه المهمه اللي عليها بنعول عليها بالنتائج وبنقعد معاهم يعني. فده حصل ان احنا استدعينا الناس دي وقعدنا معاهم وبلغناهم هذه الرساله. طب كابتن ناديه شريف وهي بتمرن كان ليها مواقف كتيره ومواقف حلوه، يعني كانت بتشد اللعيب زي ما بيقولوا، يعني في وقت ما شاء الله عليها انا كنت بسمع صوتها وانا بتفرج على الهاند بول، زعقها تزعقها اللعيب كله يلتزم او اللاعبين كلهم يلتزم، تفتكر ده؟ طبعا طبعا افتكره كويس، لان انا واحد الناس كانت بتزعق لي. كانت بتزعق، كنت بتاخد الموضوع ازاي ياسر بصراحه؟ هو اكيد طبعا ضغط التمرين في التوقيت ده والحمل البدني على الواحد ممكن بيبقى
ببقى متضايق شويه، بس طبعا بحب بنفس برضه يعني. مثلا ببقى في تكرار معين بقول كفايه كده فبتزعلنا، لا اعمل واحد كمان او اعمل تكرار تاني. التكرار ده ممكن يبقى 10 تكرارات في الملعب يعني، مثلا 200 متر 10 200 مثلا. ف بيبقى الواحد بيتذمر وهو بس بيروح ينفذ، وبرضه بحب لان عارف ان في الاخر دي مصلحتي يعني. كابتن ادي حطمت ارقام قياسيه كتيره في العاب القوى. اه 100 و400 حواجز، اعتقد حصل تغييرات كتيره في العاب القوى بسبب كابتن ادي شريف. اه والمركبه يعني في وقت من الاوقات فعلا يعني كان بنات الكابتن ادي ممكن يلعبوا اي سباق يكسبوه. حصل تكتيف وبناء عليه لعيبه النادي الاهلي او مش لعيبه النادي الاهلي، حصل تغيير في اللوائح المنظمه اللي هي اللعيب ما يلعبش مسابقتين عشان خاطر احنا مثلا عندنا بنت ممكن تكسب 6 مسابقات، فلا يبقى تلعب مسابقتين عشان يدي فرصه للناس الاخرين ان هم يكسبوا او يفوزوا بميداليات. يعني اتحاد العاب القوه غير لوائح عشان خاطر الولاد او البنات اللي كانت بتمرنوا مع كابتن ادي. هي حاليا اللعبه منظمه حتى حاليا. الاتحاد الحالي الدكتور سيف كان في قعده من العادات قال اللعيبه بره بيلعبوا ان شاء الله يلعب 6 مسابقات ما نسيبهم يلعبوا. الكلام ده مثلا من 2 3 اسابيع كان لسه في مقترح بعوده النظام مره اخرى. بس احنا مش موافقين بقى يعني. كنادي اهلي الموضوع مختلف. تكريم كابتن نادي شريف رحمه الله عليها ب3 مرات ام مثاليه، فالموضوع يعني عايشه في اسره رياضيه بتربي اجيال بتربي ولادها في البيت، الموضوع صعب جدا. شايف الموضوع ازاي؟ الموضوع يعني يكاد يكون زي ما بيقولوا عايز فرد كوماندوز يعني 2 ابطال في البيت. عايز كابتن نادي شريف 2 ابطال في البيت وفرقه كامله ابطال بمشاكلها بحلوها بفرحهم بحزنهم بدراستهم هي كانت بتساعد في كل ده بجوازاتهم بعيالهم بجوازاتهم على رأيك. لا يعني اتمنى ان شاء الله الواحد في حياته يشوف هذا النموذج يعني بتمنى ان نموذج. يشوف نموذج زي كده نموذج للمرأة المصرية في الرياضة النسائية في مصر. اكيد لان هي مرورا يعني البطولات العربية حدث ولا حرج مش هنتكلم يعني حتى بعد ما هي ما كانتش في نصيب ان نشتغل مع بعض يعني. لا في 2016 طلعت برضه بطوله عربيه مدربه البنات في البحرين هي وهي خارج العمل بالنادي الاهلي يعني ما زالت وراحت مدربه وراحت والحمد لله البنات عاملين تجاه الى هناك وراجعين اكيد لازم الناس تكون عارفه ان هي كابتن ناديه رحمه الله عليها نموذج مشرف للرياضه المصريه او الرياضه النسائيه في مصر بصفه عامه. فعلا كانت هي نموذج مشرف ونموذج يحتذى به، وفعلا نتمنى زي ما كابتن ياسر بيقول ان يكون عندنا كابتن نادي شريف مره واثنين وثلاثه. لكن فعلا فقدنا حد عزيز علينا جدا وعزيز علي انا شخصيا وعزيز على اسره الرياضه في النادي الاهلي والرياضه المصريه. فعلا كابتن نادي شريف رحمه الله عليها، نتمنى الدعاء من كل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي لكابتن نادي شريف لانها فعلا احد نجوم واساطير الرياضة النسائية في مصر والنادي الأهلي. كابتن ياسر أكيد لازم نستغل وجودك يعني أكيد رحمة الله على كابتن نادي، لكن لازم نستغل وجودك عشان نعرف أخبار ألعاب القوى إيه والبطولات القادمة بإذن الله والمشاركة في البطولة الأفريقية القريبة جدا بإذن الله من لاعبين النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. هو إحنا فرقتنا بتجهز حاليا لبطولة الجمهورية كاس يوم 25/7 اللي منها يتم يعني انتقاء المنتخب المصري اللي هيمثل مصر في دورة لعب الأفريقية في المغرب في شهر سبتمبر إن شاء الله. يعني الاستعداد والتدريبات بتجري على خد وساق سواء كان من جميع أفراد الجهاز سواء كان بدني أو نفسي أو إعداد في تأهيل المصابين بنأمل ونتعشى في ربنا سبحانه وتعالى ان هيبقى عندنا نسبه لا بأس بها ما لا تقل عن 8-9 لاعبين مشاركين ان شاء الله في المنتخب المصري. على رأسهم بعض اللاعبين وبعض المسابقات زي هل في حد اتحدد منهم ولا لسه ما تحددوش؟ هو يعني انا لا لسه ما تحددوش، هيتحدد 25/7 ان شاء الله 25 كويس. انما بنسبه يعني كله داخل تصفيات او كله داخل اختبارات. انما في ناس مؤهلين او مرشحين يعني على سبيل المثال في لاعبي المطرقه بتوعنا مصطفى الجمال حسن عبد الجواد اسلام ابو سريع لاعبه القرص اميره خالد لاعبه الوزن بطول الثلاثي اسراء سمير ما شاء الله لاعب المشي اسلام عبد التواب
لاعب الوزن العالي محمد طلعت، لاعب ال 110 حاجز رامي ما شاء الله سعيد، في حوالي لن يقلوا عن 8 ل 10 لاعبين ولاعبات ان شاء الله داخل المنتخب المصري في البطوله الافريقيه. اه وباذن الله يحققوا ان شاء الله ميداليات ويرجعوا. شايف ان هم يقدروا يحققوا نتائج كويسه باذن الله في افريقيا؟ اه في افريقيا اه نقدر. اه ليه على افريقيا نحقق وليه على المستوى العالمي ما بنحققش بصراحه؟ عشان احنا بنرجع من افريقيا يعني انا اسف اسمح لي سؤالك على مستوى الاتحاد او اللعبه. احنا الاعداد بتاعنا يعني اللعيبه اللي تم اختيارهم عشان يشاركوا على مستوى العالم او الاولمبياد بيطلعوا على مسكرات بره طويله طويله المدى بالشهرين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته. احنا دي لسه ما زال عندنا الاتحاد بيعاني من نقص التمويل، واحنا كنادي ما اقدرش ادعم لاعب منتخب بالشهرين ثلاثه بره لان التكلفه تبقى عاليه. ويعني هو ده السبب الرئيسي ان فتره اللعب ما بتوصلش، يعني اللعيب بيوصل توب فورم بتاعه الرقم بتاعه في البطوله الافريقيه بيجي هناك عشان يجهز الاولمبياد عايز شغل تاني وعايز معسكر تاني وعايز متابعه تانيه طبيه وفنيه ونفسيه، دي للاسف مش متوفره للاعبي العاب القوه في مصر. كلمك بصراحه سؤال، الاولمبياد الجايه عندنا حق يحقق في مصر؟ مش في النادي الاهلي كمان، في مصر يحقق في الاولمبياد الجايه ولا صعب؟ أنا سؤال صعب بس ممكن الإجابة عليه إن إحنا اليومين دول يعني بنعد وماشيين في سكة إن إحنا إن شاء الله يبقى في تقصير لمدة إيهاب عبد الرحمن العفو عنه طبعا، دي لو إن شاء الله تمت ونجحة السيد معالي الوزير والرئيس اللجنة الأولمبية ولجنة المشتتة المصرية إن لو قدر يشارك من شهر يناير يشارك يبقى عنده فرصة لا تقل عن 70% من المشاركة في الأولمبياد بتحقيق أهداف. وثلاثي المطرقة بتوعنا مصطفى الجمل وحسن قريبين يا كابتن ياسر. اه قريبين للتحقيق. اه يا رب نتمنى الخير يا رب. الدوري او بطوله الجمهوريات اللي جايه باذن الله في المراحل السنيه اللي عندنا اخبارنا ايه؟ نعرف ان ما شاء الله السنه اللي فاتت قفلنا السيزون الحمد لله، بس السنه دي محتاجين برضه نقفل السيزون. عندك مشاكل ولا بدانا فترات الاعداد وتوكلنا على الله؟ يعني هو في مشاكل بس بدانا وبتوكلنا على الله، انما احنا كان دايما الدرجه الاولى تبقى اخر حاجه وعرس البطوله. احنا السنه دي بادئين بيها عشان ناخد المنتخب عشان دوره الالعاب الافريقيه. ومع ذلك لا احنا الحمد لله جاهزين وتوكلنا على الله وباذن الله ان شاء الله مركز اول زي ما متعودين ان شاء الله. دايما بتشرفونا ودايما فعلا بنكون فرحانين بالعاب القوى في النادي الاهلي طول ما كابتن ياسر داوود هو رئيس الجهاز. الحمد لله ده شيء يسعدني وده يعني مسؤوليه على اكتافي قبل ما تكون فرحه ليا. والحمد لله يعني انا من النوع اللي دايما بجتهد ان ابقى احسن، مش قاعد مكاني وبنكسب وخلاص، لا الحمد لله بنحاول نروح للافضل كعاده النادي الاهلي. نورتني وشرفتني. تسلم يا كابتن شكرا. دي حقيقه يعني دايما بنستمتع بوجود كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى. لكن خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمه كبيره عندنا في السباحه في النادي الاهلي وفي السباحه المصريه كابتن هاني أمورو.